ناخد معانا أم محمد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد، اتفضلي. ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي، معاكي على الهواء. عندي سؤال للشيخ والنبي يرد علي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضل. سؤالك. أنا جوزي كان بيخونني من زمان. ممكن تعلي صوتك؟ زوجك كان بيخونك بتقولي؟ زمان. من زمان. زمان. طيب أخباره إيه دلوقتي؟ يعني حسيت إن هو تعزل معايا شوية، واكتشفت إن إمبارح إن هو زي ما هو. اكتشفتي ازاي؟ قوليلي. من كلمة التليفون. انتي صنطتي عليه ولا فتحتي موبايله؟ فتحتي موبايله، هو ده اللي بيجيب لنا الكوارث. طيب وايه تاني؟ واللي هي ديت اللي هي مرات اخوه، مش واحده غريب. حول الله يا رب. لا استني استني استني. نعم. استني ثانيه واحده بالراحه كده. انتي زوجك كان بيخونك وبعدين افتكرتيه، ربنا هداه وخلاص، قفشتي بقى امبارح التليفون اللي هو معديه من الاول. لقيتيه امبارح بيخونك مع مرات اخوه؟ انا شفته قبل كده بعناية كتير. مع مرات اخوه ولا بيخونك يعني مع حد تاني ولا ايه؟ يعني هو كل مره كان بيخونك مع مرات اخوه؟ وفين اخوه؟ بيطلع من شغله ومن الساعه 6 ما بيرجعش الا العشاء. يعني ثانية واحدة، يعني هي لسه زوجة أخوه مش طليقته؟ لا، في بيت واحد. وبعدين؟ وبعدين أبوه وأمه يعرفهم، بس بيسخطوا فيا ويزعقوا لي ويمشوني أنا. بيزعقوا لك أنتِ؟ أي والله. عشان أنتِ بتعملي مشاكل، فالمفروض إنك تبقي شايفة الخيانة والدنيا خربانة خالص وتسكتي، صح؟ انت عندك ولاد؟ عندي بنت وولد. عندهم قد ايه؟ في رابعه ابتدائي وثالثه ابتدائي. طب بيصرف عليكم؟ هو بيصرف عليكم كل حاجه. بيصرف عليكي يعني مكفيكم من كل حاجه، صح؟ الحمد لله. طب انت ما حاولتيش تتكلمي مع مرات اخوه؟ انا ما بتكلمش معاها من اول انا ما اتجوزت، اما اكتشفت اللي بينهم وبين بعض. لا حول ولا قوة يا بنتي. وانا بقالي 10 سنين متجوز. انت متعلمة؟ بتشتغلي ولا مش بتشتغلي؟ لا ما بشتغلش. طب قلتي لأهلك؟ أهلي كانوا عارفين، بس احنا انا متجوزة في نفس الشارع. ايه المشكلة؟ ابويا تعبان عنده جلطة. حبيبتي فانت حاطة جوه قلبك كل ده وساكتة. ربنا يا رب يصلح لك حالك. جوزك بيتفرج على البرنامج؟ لا. تقدري تخليه يتفرج على البرنامج ولا خايفه؟ انا مكلمكم من وراه. طيب ممكن كل ما هم يعرفهم يعني يحصل مشكله بيننا وبين طب انت قلتي له بقى. انت قلتي له قبل كده انك تعرفي بالخيانه دي؟ والكل كان عرف، وكنت روحت مره وكنت هتطلق وما حصلش طلاق. طيب ولما واجهتيه قريب مثلا، مفيش مواجهه قريب حصلت بينك وبينه تفهميه مثلا ان انت فاهمه؟ امبارح قلت له على طول. قال لك ايه طيب؟ ما ادانيش وش وقعد متداري مني، وما طلعش النهارده عندي خالص، بياكل عند امه وما شفتوش خالص النهارده. يعني انت حاسه ان هو اتكسف من نفسه؟ اتكسف من نفسه ومش عارف يوريكي وشه، يعني ده اللي بالبلدي كده، صح؟ طب حد من اهلك بتفضفضي معاه؟ ماما. امي ببقى اتكلم معاها، بس اللي فاهم كفايه يا رخ. ما هو لازم يبقى في حد معاكي. انت في المنصوره؟ ايه؟ انت في المنصوره حبيبتي؟ طيب عندك اخوات؟ عندي اختي متجوزه، واخويا برضك تعبان مع ابويا وامي خالص. طيب استاذنك هقول لك على حاجه. انت هترجعي دلوقتي للكنترول، هترد عليكي الاستاذه فاطمه، تسيبي لنا رقم تليفونك ورقم تليفون زوجك، وما تقلقيش وسيبي الباقي على ربنا. في ايه النهارده؟ الرجاله عاملين فينا ايه كده؟ في ايه يا جماعه؟ اتقوا الله اتقوا الله
دي اولاد، احنا دي اولاد، انتوا كله سلف ودين. اولا هو قطع لاواصر الرحم، لان الاطراف كلها متشابكه مع بعضها وساكنين مع بعض، مرات الاب، مرات الاخ والزوج والاب والام عارفين، يعني فضايح. هو المفروض ما تطلعش علانيه على هذا الامر، لان مصر كلها عرفت القصه، فكانت المفروض تتصل بالكنترول واحنا نحل الامر ما بيننا وما بينها. بص يا مولانا، لكن الواحد لما بيتحط في موضوع الست بتقول صبره كل بس ده. بس في حاجه دكتوره برضو في هذا الامر، واذا اردنا ان نحتكم بينهما لابد من وجود الطرفين. جميل، الزوج والزوجه. حلوة. وهو يقول وهي تقول، نحن نستمع من طرف واحد، ودائما الطرف الانثوي المشاعر الفياضه هو في اي حاجه في الدنيا تبرر ان واحد يخون اخوه في زوجته؟ ما احنا سمعنا مع مراته. الطرف التاني فين؟ انا عايز اسمع عشان اعرف احكم. ما قالتش ان هو بيخونها مع واحده تانية في الشغل معاه ولا طب انا هقول لحضرتك حاجه، ما يمكن فيه ضغينه بينها وبين تخليه يخونها يعني؟ لا، فيه ضغينه بينها وبين مرات اخو جوزها برضه تخليه يخونها؟ سيبك من الخيانه خالص. لا سيبني ازاي؟ دي مصيبه. افرضي ما فيش خيانه، وافرض هي بتقول عليها او بتتبلى عليها في الامر، او مثلا او هي ما فيهم مشحنات وامور مع الله، الله سبحانه هو الاعلم، وقامت فضحتها مثلا على الهواء مباشره. ما فضحتهاش. فاحنا لابد من وجود الطرفين، الزوج وهذه الزوجه. بتقول ورايا مولانا، يعني احنا هي عرفت ازاي دي هي ايه عرفت ازاي؟ بتقول شافت الموبايل وشافتهم. طيب. مع بعض قبل كده. ملهاش اخ، ملهاش ام، بتقول كل واحد قريبة. عنده بلاوي. وعلى فكره كتير مننا جدا بنخبي على اهالينا مشاكل حرصا منا على صحتهم النفسيه. خلاص كنا خبيناها ودرينا. بتفضل الست مكبوته كده؟ لا مش مكبوته. شوف اقرب واحد لها مين؟ طب هل الاخ اللي مراته بتخونه ده ما يعرفش؟ هل هو سابها تخونها مع اخوها؟ يا مولانا بتقول لك بينزل من الصبح بيرجع بالليل، ولما حبت الست تحل لجأت لحماها وحماتها قالوا لها، بقوا بيزعقوا لها يعني اسكتي خليكي شايفه وساكته. لا يعني هنفترض حسن الظن. ماشي، نفترض حسن الظن. ايه اللي ممكن يخلي بني ادم يخون مراته بغض النظر عن الخيانه حرام والكلام ده كله مفهوم جدا، لكن انت بتخون مراتك وبتخون اخوك وبقى علني كده وعادي وسنين الست بتدي لك فرصه. لو الامر حقيقي تسمى دناءه وقله اصل وعدم مراعاه رؤيه ربنا سبحانه وتعالى، تطلب الطلاق. ده المفروض لو ان هذا الامر صحيح. ايوه طبعا طبعا، بعد التحري طبعا. لو ان هذا الامر صحيح فلا عيش بينهما. الست متعلمه فلا عيش بينهما.